يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة كالعادة، بالتحديد فيما يتعلق بأخبار منتخبنا الوطني ومستهل المشوار الأفريقي، بطولة الأمم الأفريقية. هذه البطولة الهامة جدا جدا بالنسبة للشعب المصري، فهنتابع آخر الكواليس وآخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بمنتخبنا، كمان بخصوص بعض الأخبار المحلية، وأكيد كل الكواليس والتفاصيل اللي بتتعلق بآخر جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي على مدار فقرات متعددة من حلقة اليوم من الترند. فبالتالي تابعونا لحظة بلحظة زي ما أنتم متعودين دايما، لكن كمان بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وهو أيضا بيتعلق بمنتخبنا الوطني وتوقعات حضراتكم للاعب اللي هيتألق مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بإذن الله تعالى. تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة النهاردة. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. يلا في ترند الأهلي، الخطيب يتسلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي. وإيجابية مسحة 5 لاعبين في الأهلي وإجراءات احترازية مشددة للفريق. وأخيرا المنتخب يخوض مرانه الأول في الكاميرون الليلة بالتوفيق بإذن الله. طيب في الحقيقه الحلقه دسمه جدا جدا النهارده، فانا هقول لحضراتكم بس بعض الماتشات النهارده او اهم ماتشين النهارده بمناسبه بدايه بطوله الامم الافريقيه قبل ما نطلع الفاصل. النهارده الماتش الافتتاحي، مباراه الكاميرون المستضيفه للبطوله مع بوركينا فاسو في تمام الساعه 6 مساء، يعني بعد ساعه من دلوقتي اولى مباريات كاس الامم الافريقيه اللي من المتوقع ان هي تكون قويه جدا جدا جدا. كمان المباراة الثانية هتكون الساعة 9 بالليل ما بين اثيوبيا وكاب فيردي، ايضا من المباريات المميزة. وفي الحقيقة كل الماتشات في كأس الأمم الأفريقية هتبقى مثيرة للغاية، لكن احنا بنترقب وبنستنى جدا جدا ماتشات منتخبنا اللي هتبتدي بعد بكرة بإذن الله بمواجهة قوية وصعبة جدا أمام المنتخب النيجيري. هروح لفاصل، بعد الفاصل بقى نرجع نتكلم في بعض التفاصيل والكواليس المهمة جدا. هبتدي بالنادي الأهلي لأن في بعض القضايا والأمور اللي لازم نتكلم عنها، وبالتحديد فيما يتعلق بصفقات يناير، هل هيبقى في جديد، الأمور ماشية ازاي، بعض الأسماء اللي بيتم طرحها في الجانب الإعلامي، هل الأهلي فعلا تعاقد معها، هيتعاقد ولا لا. هقول لحضراتكم كل الكواليس والتفاصيل النهائية في القصة دي كمان تحديدا، فبالتالي استنونا بعد الفاصل يلا بينا. طيب خلينا نبتدي باهم الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي. النهارده اللجنه الاولمبيه اعتمدت فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الاهلي بشكل رسمي خلاص، فبالتالي اصبح مجلس اداره النادي الاهلي مكتمل تماما بعد الجمعيه العموميه اللي اجريت من شهر تقريبا او شهر ونص كده قبل دلوقتي. والنهارده كان قرار اللجنه الاولمبيه باعتماد فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الاهلي بالتزكيه، زي ما حضراتكم شايفين القرار كده قدامكم على الشاشه، لحصوله على أكثر من 25% من عدد الأصوات الصحيحة. وأصدرت اللجنة الأولمبية قرارا اليوم بهذا الشأن. كده مجلس إدارة النادي الأهلي مكون من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة، حسام غالي عضو مجلس إدارة، محمد سراج الدين عضو، طارق أنديل عضو، الغزاوي محمد الغزاوي عضو مجلس اداره، محمد شوقي عضو مجلس اداره، مهند مجدي عضو مجلس اداره، وتحت السن كل من محمد جمال الجرحي عضو مجلس اداره، ومي عاطف ايضا تحت السن في عضويه مجلس اداره النادي الاهلي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، المهمه بتبقى صعبه وشقه جدا جدا، لكن هم قدها ان شاء الله دايما يكونوا على قد طموح جماهير واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. ده فيما يتعلق بالقرار ده. تعالوا بقى نتكلم شويه على موضوع كورونا والاصابات اللي موجوده في صفوف النادي الاهلي بهذا الفيروس اللي ان شاء الله نخلص منه بقى قريبا جدا جدا باذن الله تعالى. يعني
امبارح قلنا لحضراتكم ان في بعض اللعيبه الدكتور احمد ابو عبله بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ كلمهم كده قال لهم يا جماعه ما تجوش لان هم كانوا قالوا ان عندهم بعض الاعراض بفيروس كورونا، وقلنا اللعيبه دي كان بيرسي تاو وميكيسوني واحمد عبد القادر، قلنا حضراتكم الاسماء كلها بتاعه اللعيبه. النهارده بعد ما عملوا المسحه خارج النادي وما وصلوش للنادي عشان ما يبقاش في اختلاط فبالتالي الاعداد تزيد، فتم التاكد النهارده بعد ما نتيجه المسحه الخارجيه اتعملت انه في عندنا خمسه عندهم فيروس كورونا، يا رب نتمنى لهم الشفاء العاجل باذن الله. مين هم الخمسه دول؟ ياسر ابراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني واحمد نبيل كوكا واحمد عبد القادر، دول العينه بتاعتهم جت ايجابيه، وده بعد طبعا ايه ما عملوا المسحه. ايه اللي هيحصل معاهم الفتره الجايه؟ هيبقى في متابعه دايما بشكل مستمر من طبيب الفريق دكتور احمد ابو عبله الجهاز الطبي بالكامل، وهيخضعوا للبروتوكول العلاجي اللازم بخصوص اصابات كورونا. ده فيما يتعلق بالخماسي، يعني ان شاء الله ان شاء الله الموضوع يبقى بسيط ويرجعوا بسرعه. في بقى مسحه طبيه هتتعمل لثلاثه، مسحه جديده عشان يتم التاكد من سلامتهم من فيروس كورونا. مين هم؟ رامي ربيعه وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري. المسحه اتعملت النهارده، هننتظر نتيجتها ان شاء الله بكره نكون عارفين النتيجه او النهارده بالليل بالكتير، وبناء عليه يتم تحديد مدى امكانيه مشاركتهم في التدريبات الجماعيه مع الفريق، ان شاء الله يكونوا سلام كمان. بالتالي بعد الاصابات دي فبالتالي الاجراءات الاحترازيه مشدده، وفي الحقيقه هو مش بس بعد الاصابات، لا هو من قبل كده الاهلي دايما ملتزم جدا في الاجراءات الاحترازيه وما فيش هزار في الموضوع ده، لكن هو بيبقى قدر طبيعي ان انت غصب عنك بتروح هنا او بتيجي هنا او كلام من ده بيجي لك الفيروس يعني. فان شاء الله نتمنى ان ما يبقاش في اعداد اكتر بالنسبه للاعبي النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. الدكتور احمد ابو عبله بقى بناء على كده او بالتالي عمل ايه؟ اجتمع باللاعبين والجهاز الفني والاداري للتاكيد على الاجراءات الاحترازيه وراجع معاهم كده واحده واحده، يا جماعه نخلي بالنا من كذا نعمل كذا. وبالمناسبه انا هقول لحضراتكم خبر مهم قوي قوي قوي، يعني النهارده بدايه من النهارده هيبقى في يوميا مسحه لكل اللاعبين ولكل اعضاء الجهاز الفني والاداري في استاد مختار التتش داخل النادي، كل يوم هيبقى في مسحه عشان يبقى في متابعه كده بشكل دوري لحالات اللاعبين، عشان لو لا قدر الله حد عنده كورونا يتم عزله عشان ما يتفشاش الفيروس داخل الفريق. فده خبر مهم جدا قلت برضو اكد عليه لحضراتكم، وخبر اكيد يعني، فان شاء الله يتم تفادي هذا الفيروس خلال الفتره الجايه. كابتن سعد عبد الحفيظ اجتمع بموسيماني والجهاز الفني للترتيب لبعض الامور الاداريه الخاصه بالفتره المقبله وكيفيه الاستعداد للمرحله الهامه اللي بتتعلق بكاس الرابطه وايضا كاس العالم للانديه. النهارده بالنسبه للمران كان في تدريبات بدنيه متنوعه، تدريبات قويه خصوصا بعد فتره الاجازه اللي خدها الفريق الفتره اللي فاتت، واستعدادا لكاس الرابطه ماتش الجونه يوم الخميس باذن الله، وكان في تقسيمه قويه مع نهايه المران تالق فيها معظم اللاعبين. تم تصعيد كمان النهارده خمس ناشئين للتدريب مع الفريق الاول، هقول لحضراتكم اساميهم بمراكزهم. احمد سيد غريب مواليد 2002 ده بيلعب جناح وبيلعب مهاجم، احمد اشرف بيلعب خط وسط بيلعب 6 و8 لاعب مميز جدا بالمناسبه مواليد 2001، محمد مغربي مواليد 2001 ايضا ده مساك وظهير ايسر، ومحمد ياسر مواليد 2001 ده مهاجم، ومحمد احمد الملقب بالشرقيه مواليد 2003 وده مساك، ده لسد العجز ولسد العدد اللي قل بسبب فيروس كورونا، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. هروح لفاصل سريع، لسه عندنا تفاصيل اكتر بكتير بتخص النادي الاهلي وكواليس كتير جدا هنقولها لحضراتكم، استنونا بعد الفاصل يلا بينا. في الحقيقه كل فترة كده بنلاقي حاجات الأهلي بيكسبها جوائز، أمور كده بتبقى مهمة بتبين لك قد إيه الأهلي ده مؤسسة كبيرة قوي ومؤسسة محترمة جدا، مؤسسة وطنية جدا، ومؤسسة لازم تفخر بيها حتى لو أنت مش أهلاوي. الأهلي مؤسسة يفخر بيها كل مصري لأن هو جزء لا يتجزأ من بلدنا الحبيبة مصر يعني في الحقيقة. النهاردة الصبح الكابتن محمود الخطيب الساعة 9 كده الصبح استلم جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي الخاصة بالنادي الأهلي، زي ما حضراتكم كده شايفين في بعض اللقطات المختلفة في مشهد كان أكثر من رائع، والواحد كان فخور جدا جدا وهو بيتفرج يعني بسبب حاجتين، فخور بسبب حاجتين. أول حاجة إن ده نادي جوه مصر بيكرم بياخد جائزة مهمة جدا جدا زي دي. تاني حاجة إن الواحد بينتمي للنادي ده اللي هو جوه مصر اللي بياخد الجائزه المهمه دي.
فبالتالي شيء يدعو للفخر وحاجه فرحانين بيها جدا. الحفل ده ايه او التكريم الاول ايه بالنسبه للنادي الاهلي؟ التكريم كمؤسسه، النادي الاهلي كمؤسسه مش كنادي رياضي خد بطولات خد عمل انجازات رياضيه كلام من ده، لا كمؤسسه. وهنا السؤال، هو اي نادي يطلق عليه مؤسسه؟ بصراحه لا. الانديه اللي زي الاهلي او اللي بتحذو حذو النادي الاهلي في الجانب المؤسسي، في الجانب الاداري، في الجانب الاقتصادي لان ده امر مهم جدا، في الجانب الرياضي الانشائي الاجتماعي، كل الجوانب دي الانديه اللي ماشيه زي الاهلي في الموضوع ده يطلق عليها مؤسسه. فالاهلي هو اهم مؤسسه رياضيه داخل مصر في الحقيقه. فبالتالي بخلاف الشركات اللي انشاها النادي الاهلي وبخلاف كل الامور والخطوات التطوريه اللي بيقوم بها النادي الاهلي دائما وابدا في الحقيقه. النهارده كان الحفل ده حضر فيه عدد كبير جدا من الشخصيات العربيه الكبيره الرياضيه والدوليه وابطال اللي شاركوا في الاولمبياد كمان، الابطال العرب سواء في الدوره الاولمبيه او البارالمبيه في طوكيو، بالاضافه لاصحاب الانجازات الوطنيه والعربيه في كل المجالات. وده امر كان مهم وشفناه وتابعناه من خلال الحفل الجميل ده. فوز الاهلي بالجائزه ده جه لانه مؤسسه رياضيه عربيه من المجموعه او عن المجموعه الاقتصاديه للنادي التمويل الذاتي، وده باعتبار طبعا مبادره متميزه من او ده من خلال باعتبارها طبعا مبادره متميزه من حيث جمعها لعده جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على افضل الممارسات في العمل المؤسسي. المبادرة من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كورونا، وكلنا عشنا وشفنا الأهلي إزاي كان بيتعامل مع الجائحة دي، ورغم الظروف الاقتصادية اللي كانت صعبة جدا في التوقيت ده إلا أن الأهلي كان قادر قوي قوي بعد توفيق ربنا أنه هو ما يأخرش أي مستحقات على أي من الموظفين داخل القلعة الحمراء أو العاملين أو حتى الفريق الأول لكرة القدم ولاعبيه والاجهزه الفنيه المختلفه في النشاط الرياضي يعني. فدي حاجه تحسب جدا للنادي الاهلي ان في ظل ازمه بيعاني منها العالم كله اقتصاديا ومشاكل كتير جدا اثرت بعد الازمه دي هي ازمه كورونا، لكن انك تقدر تتعامل معاها وتخرج من الازمه دي بنجاح، فدي حاجه تحسب لك كنادي وكمؤسسه عريقه ولازم تكرم عليها، وده اللي حصل بالنسبه للنادي الاهلي النهارده. بخلاف بقى كده تعال نشوف رئيس النادي الاهلي. سيبك بقى مش والله مش موضوع اصل احنا قناه الاهلي وده الكابتن محمود الخطيب ولازم نقول والله ابدا يعني. بص الواجهه. رئيس نادي يليق جدا جدا بان هو يكون رئيس للنادي الاهلي. الناس كانت بتقعد تقول الكابتن محمود الخطيب نجم كبير في الكوره، لعيب عظيم في الكوره، كلام من ده، لكن بصراحه السنوات اللي فاتت والفترات الحاليه والقادمه هتثبت كمان لحضراتكم ان هو في الجانب الاداري اكثر من رائع، هو مجلس الاداره، لان دايما العمل في النادي الاهلي ما بيبقاش عمل فردي، بيبقى عمل جماعي، فبرضه الواحد سعيد جدا بالصوره والمشهد الرائع دي وحاجه تشرف في النادي الاهلي وتشرف في مصر. طب تعالوا نشوف الكابتن محمود الخطيب قال ايه كده وهو بيستلم الجائزه النهارده ونرجع مره ثانيه، يلا بينا. كريم، يسرنا الآن دعوة سعادة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لإلقاء كلمة المكرمين، فليتفضل مشكورا. الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي راعي الجائزة. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة بتشرف جدا أن أكون بين حضراتكم النهاردة في هذا المكان الحقيقة الرائع والمبهر إكسبو، حيث تتواصل العقول لصنع المستقبل.
ولتسلم هذه الجائزة المرموقة ومعي نخبة من مختلف دول العالم. ستكون الجائزة بلا شك حافزاً لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل بإذن الله. قد سعدت أن أكون متحدث بالنيابة عنهم جميعاً. لا شك أن الجوائز والبطولات والميداليات تعطي للرياضيين الدافع للمزيد من التألق والتطور والإنجاز. وحين تحمل الجائزة اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فإنها ستكون أكيد أكبر وأروع، لأن قيمتها ومكانتها تأتي من اسم ومكانة صاحبها. شكراً لكم على إطلاق هذه الجائزة الكبيرة التي تهدف لتطوير الرياضة في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وشكراً على هذا التقدير والتكريم. وأتمنى أن تتواصل رحلة الإبداع والتألق الرياضي في جميع النادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل الآن إلى فئة المؤسسة العربية، تذهب من نصيب النادي الأهلي للرياضة البدنية من جمهورية مصر العربية. يتسلم الجائزة سعادة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن المبادرة المتميزة المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي التمويل الذاتي، والتي شملت عدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل. أكتر واحد الناس اتصورت معاه في التاريخ كابتن محمود الخطيب، يعني الموضوع بيبقى صعب شوية، لكن هو دايما بيكبر بخاطر الناس كلها، اللي حابب يتصور معاه بيتصور معاه. لكن زي ما انتوا حضراتكم مواجهة حلوة قوي، بخلاف بقى كابتن محمود الخطيب كنادي الأهلي، يعني الواحد مبسوط قوي لما بيشوف الأهلي بيكرم كده، لأنه يستحق التكريم ده كمؤسسة كبيرة وكطبعا نادي عريق في القارة الأفريقية ونادي عربي كبير عنده إنجازات عديدة على جميع الأصعدة. فدايما يا رب في تقدم وتطور بالنسبه لنادينا الحبيب النادي الاهلي. تعالوا بقى نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق، واللي عمل لقاء مهم جدا مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وايضا مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. نشوف تصريحاتهم ايه مع محمد توفيق ونرجع نكمل له. كابتن محمود الف مبروك الفوز، وبجد فخر لينا كلنا كاهلاويه فوز النادي الاهلي بهذه الجائزه، وطبعا يعني شايفين الاستقبال والحفاوه وجميع الناس يعني وحبهم لكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني اذا كان الجائزه والتكريم دوت النادي الاهلي يعني بيسعى دايما ان يكون في المقدمه في كل الامور. النادي الاهلي بجماهيره اعضائه وكل مسؤوليه يستحقوا دايما ان هم يكونوا انه كلهم يعني في المصاف الاول، انه كلهم بيشتغلوا او بيحاولوا يشتغلوا بالشكل اللي يعني يخلي الامل دايما موجود في انك تكون نمره واحد يعني. لكن ده بيدي مسؤوليه كبيره جدا على النادي الاهلي وعلينا جميعا ان احنا ازاي نحافظ على ده، وازاي بقدر الامكان نوصل باذن الله ان احنا نبقى دايما على منصات التتويج في كل الـ يعني المحافل، مش بس الرياضيه، حتى يعني النهارده المؤسسه الرياضيه الاولى مش بس رياضه يعني. فالحمد لله رب العالمين، شكرا. عن حب الناس، يمكن جنسيات مش مصريين بس، ده انا شايف ناس اماراتيين وقطريين بيتسابوا على، يعني في حد بيقول لنا احنا كابتن معاكم في مصر، احنا لسه نفسنا نشوفه، فعايزين كلهم يتصوروا مع حضرتك. الحمد لله رب العالمين، دي نعمه من ربنا وربنا يحفظها من الزوال ان شاء الله. معايا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي النادي الاهلي، الف مبروك يا دكتور. يعني انت اقدر واحد تكلمنا عن الجائزه، انك انت اللي اشتغلت على الملف وتقدمت بملف تفوق على 53 ملف اخر في نفس فئه الجائزه وهي فئه المؤسسه الرياضيه. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، وألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، وألف مبروك لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. في الحقيقة هذه الجائزة الكبيرة اللي في الحقيقة النهاردة الحفل بيعكس مكانة وقيمة الجائزة
بحضور صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، وأيضا التقدير الكبير للنادي الأهلي في هذا الحفل اللي تبين أيضا في أن الاختيار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في الحقيقة لإلقاء كلمة المكرمين، وده بيعكس قد ايه قيمة ومكانة النادي الأهلي في العالم العربي، وليس فقط العالم العربي ولكن أيضا في العالم. الحاجة الثانية، يمكن حضراتكم شفتوا موقع كابتن محمود في الحفل وجلوسه بجوار أيضا سمو الشيخ حمدان ولي العهد، أيضا ده يعكس مكانة وتقدير كابتن محمود كممثل ورئيس للنادي الأهلي وممثل أيضا للدولة المصرية في هذا الحفل، وتقدير ليس فقط للنادي الأهلي وإنما أيضا للدولة المصرية. أيضا الصورة الجماعية اللي كانت موجودة لكل المكرمين من كل دول العالم اللي كان فيها الاتحاد الدولي لكرة اليد اللي احنا بنشرف ان رئيسه ايضا الاستاذ دكتور حسن مصطفى وهو مصري، ايضا احنا كلنا بنفتخر بيه، وتسلمها نائب رئيس الاتحاد كرة اليد. ايضا وقوف الكابتن محمود الخطيب ما بين سمو الشيخ حمدان وسمو الشيخ منصور بيعكس القيمه ايضا الكبيره للنادي الاهلي في الحقيقه، جايزه كلنا فخورين بيها. كان في فريق عمل في الحقيقه بقياده كابتن محمود الخطيب ومعاه مجموعه عمل كلنا في الحقيقه بنتوجه لهم بالشكر الجزيل على مجهودهم في اعداد هذا الملف المشرف اللي في الحقيقه نال تقدير ايضا مجلس امناء الجائزه وتقدير الجائزه ورئيس الجائزه في الحقيقه. فكل التهاني القلبيه لمجلس اداره النادي الاهلي، كل التهاني القلبيه لجماهير النادي الاهلي، كل التهاني القلبيه لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، والتقدير الكبير لجمهوريه مصر العربيه بقياده فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان ابناء مصر النهارده موجودين ومشرفين، منهم ايه مدني، منهم مجموعه. في الحقيقه مصر كبيره، وكبيره بقيادتها، وكبيره بانديتها، وعلى راسها النادي الاهلي الكبير. الجانب الاقتصادي جانب مهم جدا جدا، لان النادي الاهلي النهارده ما بقاش هو الفرع المقر الرئيسي اللي موجود في الجزيرة، هو عنده فرع في زايد، عنده فرع في مدينة نصر، عنده الفرع الجديد إن شاء الله في التجمع، وبالتالي الطموحات الرياضية يجب أن يصاحبها طموحات اقتصادية كبيرة حتى يحصل التوأمة ما بين الإنجازات الرياضية التي تتطلب مصادر تمويل متعددة وكبيرة، وهي التي تصنع وتضع النادي الأهلي دائما في الريادة والمقدمة. فمن حق جمهور النادي الأهلي أن يكون لديه الطموح الكبير الذي لا ينتهي أبدا، وأيضا من حق مجلس إدارة النادي الأهلي أن يلبي ويستجيب لهذه الطموحات الكبيرة. النادي الأهلي للرياضة البدنية من جمهورية مصر العربية يتسلم الجائزة سعادة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن المبادرة المتميزة المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي التمويل الذاتي. هو اللي بيميز الأهلي عن أي نادي، واللي هقوله مش تقليل والله من اي نادي خالص، يعني كل الانديه انديه محترمه وكبيره وليها جماهيريه عظيمه ولهم كل الاحترام والتقدير. يعني اللي بيميز الاهلي ان هو نادي تاسس صح، بخلاف ان هو نادي متاسس صح جدا من زمان قوي قوي قوي، ان هو بيقدر يخلق كوادر تقود هذا النادي في مختلف المناصب، وكوادر بتكون واجهه للنادي. بالمناسبه هو مهم ان انت تكون واجهه مميزه للنادي الاهلي، ده امر مهم جدا، بس ده ما يكفيش بصراحه، لازم تكون كمان بالاضافه انك واجهه مميزه للنادي الاهلي، زي ما برضو شفنا الدكتور سعد شلبي في الحقيقه يعني واجهه مميزه جدا، لازم تكون ملم المام تام بكل ما هو يتعلق من جميع الجوانب اللي بتخص النادي الاهلي، سواء بقى لوائح، قوانين، والاهم كمان من كل ده انك تكون ملم بطموح اعضاء النادي الاهلي وجماهيره. طب هو مين اللي بيختار الكوادر دي؟ هي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي بوعيهم بادراكهم الكامل بمن هو يستحق التواجد في اي منصب داخل القلعه الحمراء، مختلف المناصب الموجوده المتعدده يعني. فكل التحيه للمنظومه كلها، مش بس مجلس الاداره، المنظومه كلها، منظومه النادي الاهلي، فخورين جدا بجائزه كبيره زي دي، وعشمنا كبير قوي في ربنا ان دايما الاهلي يكون في تطور باذن الله بابنائه بجهده وبعرقه عشان يقدر يمثل مصر خير تمثيل طبعا، وده اللي احنا بننتظره وبنتوقعه دايما من النادي الاهلي. طيب ده كان ملف ايضا مهم جدا، هنروح بقى الفاصل، بعد الفاصل كل كبيره وصغيره بتخص تعاقدات النادي الاهلي
في الشتاء بالتحديد، والاسماء اللي حضراتكم بتسمعوها وكلام من ده، هنعلق على اسم مع حضراتكم بعد الفاصل، فاستنوا يلا بينا. طيب بص بقى، ركز معايا كده واحده واحده في الكلام اللي احنا هنقوله، في كل الكواليس والتفاصيل اللي حضراتكم دايما بتسالوا فيها، وهو بخصوص الميركاتو الشتوي بالنسبه للنادي الاهلي. احنا في شهر يناير، فباب القيد مفتوح، تقدر ان انت تتعاقد مع اللي انت عايزه، تمام؟ ده امر مؤكد. لكن ايه اللي هيحصل؟ الامور هتبقى ماشيه ازاي؟ خلينا نتكلم واحده واحده. اول حاجه تعال نتكلم في السؤال اللي بيتكرر، هل الاهلي سيتعاقد مع اي لاعب في فتره الانتقالات الشتويه الحاليه؟ الاجابه مؤكده، لا، مفيش اي لعيب هيتم التعاقد معاه في فتره الانتقالات الحاليه، ده امر مؤكد. الا اذا، وخلي بالك حط تحت الا اذا دي 100 خط، الا اذا ايه بقى؟ لو جالك لعيب كده هديه، ماشي، بقدرات كبيره قوي قوي انت محتاجها، وحر، لاعب حر فري، ساعتها ممكن تتعاقد معاه، ليه لا؟ تمام، فخلي بالك من الكلام ده كويس جدا. فيما عدا ذلك، الاهلي لن يتعاقد مع اي لاعب في فتره الانتقالات الحاليه، لان الاهلي عنده ما شاء الله قائمه ممتازه جدا جدا من اللاعبين. ادي رقم واحد. رقم اثنين، السؤال دايما بيبقى عن الراحلين وتوقعات بخصوص فلان هيروح اعاره، وفلان مش عارف هيطلع فين، وفلان هيتباع، وكلام من ده. حتى هذه اللحظه، اللاعب الوحيد اللي خرج او بيخرج خلاص من النادي الاهلي اعاره لمده ستة اشهر هو محمود عبد المنعم كهربا. لم يتم الاعلان بعد عن انتقاله بشكل رسمي لاحد الانديه التركيه، لان لسه في بعض الاجراءات اللي بتتم، لكن اللاعب بنفسه كان اعلن في احدى اللقاءات التلفزيونيه. يعني بنتمنى له يا رب كل التوفيق. الكواليس بتاع كهربا ايه؟ الكواليس ان اللاعب استفسر، او اللاعب كان عايز يعرف هيبقى ليه دور الفتره الجايه ولا لا. المدير الفني مستر بيتسو موسيماني شاف ان الافضل ان كهربا يخرج اعاره ويشارك لفترات اكتر، ودي كانت رغبه عند كهربا لانه عايز يشارك وعايز يرجع منتخب مصر، فهو ابن من ابناء النادي الاهلي. نتمنى له يا رب كل التوفيق، وان شاء الله يرجع يكسر الدنيا مع النادي الاهلي بعد الست شهور دول. هل في لعيبه ثانيه ممكن تخرج اعاره؟ ربما، تمام، لكن هيبقى امتى؟ لو حد خرج هيبقى في الايام الاخيره جدا من الشهر الجاري، لو حد خرج تاني اعاره من النادي الاهلي. طيب، ناس كتير اتكلمت على حسام حسن، وان في عروض من فيوتشر ومن فاركو ومن انديه كتير جدا في مصر، واللاعب ما بيشاركش كتير مع النادي الاهلي، فبالتالي الناس عايزه تتعاقد معاه، فبالتالي في نيه عند النادي الاهلي ان هو يخرج حسام حسن اعاره. الكلام ده غير صحيح بالمره. حسام حسن لن يرحل عن النادي الاهلي في فتره الانتقالات الحاليه، بل كمان هيتم الاعتماد عليه بشكل اساسي، تمام، في ماتشات كاس الرابطه اللي هتبتدي باذن الله تعالى يوم الخميس اللي جاي، لانه لعيب مهم، وفي قناعه من الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني بقدرات اللاعب. فملف حسام حسن نقفله خالص ضبه مفتاح. اي حد يقول لك حسام حسن خارج من الاهلي، قول له لا، مع وضع في الاعتبار اي متغيرات ممكن تحصل. انا بتكلم مع حضراتكم بشكل مؤكد لحد اللحظه اللي انا فيها مع حضراتكم، حسام حسن مكمل مع النادي الاهلي، ومفيش اي نيه ان هو يخرج من النادي. تعالى بقى نتكلم عن الاسماء اللي تم ربطها بالنادي الاهلي، وان الاهلي هيتعاقد معاها في الشهر ده. انا اكدت لحضراتكم ان مفيش ولا لعيب الاهلي هيتعاقد معاه، لكن تعالى نتكلم عن اسم. اول اسم ابتدى الحديث عنه هو محمد فتح الله، مدافع غزل المحله. بصراحه مدافع كويس جدا، ولعيب ممتاز، وحاجه كده ما شاء الله محترم قوي. لكن هل الاهلي فتح مفاوضات معاه او مع نادي غزل المحله؟ الكلام ده ما حصلش ومش هيحصل في الفتره الحاليه، وارد انه يحصل في فترات انتقالات اخرى، يعني غير فتره الشتويه الحاليه، تمام. فبرضه ما فيش اي نيه للتعاقد مع محمد فتح الله حتى الان بالتحديد في شهر يناير. الاسم الثاني احمد رفعت، وناس اكدت ان احمد رفعت خلاص في النادي الاهلي، وان الاهلي خلاص عامل مفاجاه للجماهير وكلام من ده. احمد رفعت بصراحه لعيب كبير قوي ومميز جدا، شفناه مع منتخب مصر في كاس العرب، ولو جه الاهلي هيبقى اضافه طبعا مؤكده، اضافه مؤكده. لكن الاهلي لم يفاوض ابدا فيوتشر بخصوص احمد رفعت. من الوارد ان في فترات اخرى يتم التفاوض، لكن الشهر ده لا، الاهلي ما فتحش اي ملف في المفاوضات بخصوص احمد رفعت برضو، الا اذا جديد حاجه طارئه بقى، لا قدر الله عندك لعيب وقع اتصاب، لا قدر الله اصابه جامده في مركز مهم، انت محتاج حد الدعم. هي دي الحاجات الطارئه اللي ممكن تحصل، فيما عدا ذلك مفيش الكلام ده خالص، تمام. يبقى احمد رفعت كمان على اقل تقدير في شهر يناير مش موجود. الاسم بقى الابرز واللي الناس كلها بتسال عنه، مين هو؟ اشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، لعيب جامد قوي، لعيب جامد جدا جدا جدا، مفيش اتنين يختلفوا عن كده.
واللاعب بيرجح كفة نادي الزمالك، نادي محترم ونادي كبير، واللاعب ما زال تعاقده ساريا مع نادي الزمالك. عقده يخلص بعد 6 شهور، يحق ليه التوقيع على اي نادي في الفترة الحالية، لكن حتى هذه اللحظة الأهلي لم يتعاقد مع أشرف بن شرقي ولم يتم فتح ملف التعاقد مع اللاعب. إلا إذا أصبح اللاعب حر، إلا إذا أصبح اللاعب حر ممكن يتم التفكير. وزي ما كابتن سعد عبد الحفيظ كان ليه تصريح امبارح كده سمعته، قال ممكن. وهو في الحقيقة كل شيء وارد، يعني كل شيء وارد. انت كنادي أهلي بتحاول دايما ان انت تقوي القائمة بتاعتك بأفضل لعيبة ممكنة تكون متاحة بالنسبة لك. فأشرف بن شرقي هل في اختلاف على انه لعيب كبير؟ مفيش اي اختلاف على كده، مفيش واحد يقدر يقول لك اشرف بن شرقي مش هيكون اضافه للنادي الاهلي في حاله التعاقد معاه، لكن مفيش اي نيه حتى الان بخصوص التعاقد مع اشرف بن شرقي. انا بجيب لحضراتكم الخبر وبقول لحضراتكم كل الكواليس بشكل حاسم ومؤكد، لكن ربما يحدث مش الشهر ده طبعا، لان هو مرتبط بتعاقد مع نادي الزمالك، الا اذا اللاعب برضه اصبح حر. معرفش برضه ساعتها هيبقى تفكير الجهاز الفني. بالمناسبه الاهلي دايما بيجهز نفسه لفترات الانتقالات بان هو بيعمل لسته كده من اللعيبه بالتنسيق مع لجنه التخطيط والجهاز الفني وكابتن عبد الخطيب المشرف على الكوره، احنا احتياجاتنا ايه، فبنحط اسم 1 2 3 مين ممكن يكون ترتيبه رقم 1، نحاول نجيبه ما ننجحش نجيب رقم 2، كلام من ده. فمن الوارد ان يكون اشرف في الليست فيما بعد، لكن دلوقتي مفيش اي كلام بخصوص اشرف بن شرقي خالص، عشان احسم لحضراتكم برضو الموقف ده فيما يتعلق بهذا الملف. وقلنا لحضراتكم كل الكواليس وكل التساؤلات اللي حضراتكم دايما بتسالوا فيها بخصوص تعاقدات النادي الاهلي الشتويه. تعالوا بقى نشوف ايه اللي اتقال على الاهلي في الحسابات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا في ترند الاهلي. تعالوا نبتدي بمين؟ هنبتدي ولا ايه؟ يلا ببوابه الاهرام وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا ان او نشروا قائمه الاهلي لخوض كاس رابطه الانديه في غياب الدوليين، واحنا عارفين القائمه: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، خط الدفاع: محمود وحيد، احمد نبيل، كوكا، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمد هاني، كريم فؤاد، محمود متولي اللي مش هيكون متاح يعني لانه لسه بيتعالج من الاصابه، خط الوسط: محمد محمود، عمار حمدي، افشه، احمد عبد القادر، لويس ميكيسوني، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، محمد فخري، حسين الشحات، حسام حسن، بيرسي تاو، وصلاح محسن. ده طبعا بيتخللهم اللاعبين اللي عندهم كورونا، ان شاء الله يعودوا سريعا. دي ابرز الكواليس تتعلق بالنادي الاهلي. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم شويه عن منتخبنا الوطني. يلا بينا. طيب منتخبنا ان شاء الله يبتدي مشواره في كاس الامم الافريقيه بعد بكره الساعه 6 بتوقيت القاهره امام المنتخب النيجيري. مباراه مهمه جدا لان هي بدايه المشوار، مهمه قوي ان يكون في مكسب ان شاء الله تعالى ونستغله كدفعه قويه للوصول للمباراه النهائيه باذن الله. النهارده البعثه الصبح كان دي لقطات طبعا من لقطات المنتخب في الطياره وهم بيوصلوا للكاميرون. هم وصلوا امبارح، النهارده الصبح كان في اجتماع اليوم الاول في الكاميرون مع مسؤولي الكاف، ومحمد صلاح تسلم برقيه بمناسبه المشاركه في كاس الامم الافريقيه المره 33. من المقرر ان المنتخب يقود المران الاول ان شاء الله الساعه 6، وهو نفس توقيت مباراه نيجيريا بعد بكره باذن الله. تعالوا نشوف ابرز الامور اللي بتتعلق بمنتخبنا على السوشيال ميديا والكلام كان ايه واخر الاخبار والتطورات، لان المنتخب طبعا ليه الاولويه دائما وابدا، وان شاء الله كلنا نتمنى ان يعني نوصل للمباراه النهائيه. الخبر ده مهم لان في توضيح من كيروش نفسه، وده من خلال اليوم السابع وعلى عهدة اليوم السابع، كيروش للاعبي المنتخب في الكاميرون اللي هيشيل الكمامة هيخرج بره المعسكر، وده بيقول ان هو شاف اداري يعني من اداريين المنتخب، هو الوحيد اللي كان ماشي من غير الكمامة في الفندق، فيعني شبه زعقله كده، قال له لو انا شفت اي حد مش لابس الكمامة هخرجه بره الفندق، وده يعني تشديدا على الاجراءات الاحترازيه، لان بنشوف عدد كبير من اللاعبين في افريقيا او بالتحديد في الكاميرون يعني الفتره الحاليه مختلف المنتخبات بيجالهم فيروس كورونا، فانت مهم قوي ان انت تاخد بالك من فرقتك، وده امر مهم. هو ده بقى الخبر اللي انا كنت عايز اعلق عليه، وده اللي انا بشوفه مهم. اتحاد الكره يستعين بمترجم جديد بعد ازمه تصريحات كروش، وده من مصر الرياضي، بخلاف موضوع لان برضه في ناس كتير بتفهم انجليزي يعني مش المترجم اللي كان قاعد مع كيروش يعني ناس كتير من المشاهدين بيفهموا كيروش كان بيقول ايه، وتصريحاته كانت واضحه بصراحه ان هو الهدف الاساسي بالنسبه له هو كاس العالم، مفيش حاجه مختلفه قالها يعني والناس فهمتها غلط او المترجم قالها غلط يعني. لكن حتى كيروش نفسه في اجتماعه مع المجلس الجديد للاتحاد المصري لكره القدم قال لهم
او هو حب يعني ان هو يعني يعدل تصريحاته شويه، قال لهم يا جماعه انا تصريحاتي اتفهمت غلط، اكيد احنا عايزين نروح ننافس على بطوله الامم الافريقيه وكلام من ده. اتمنى ان يكون كلامه صح، واتمنى ان هو يوفق في ان احنا باذن الله نوصل للادوار النهائيه ومن ثم محاوله الفوز بهذا اللقب الغالي. ده فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني. تعالوا ناخد تفاعلات حضراتكم على سؤال الحلقه النهارده، وايه في توقعاتكم مين هو اللاعب اللي يكون متالق في مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه. نبتدي بطارق التهامي واللي قال مساء الفل على اعظم جمهور في الكون، مساء الفل عليك يا طارق. اتوقع حمدي فتحي واكرم توفيق، وبالتوفيق ان شاء الله. ماشي. مصطفى كرم قال مساء الخير على الاعلام المحترم امير هشام، مساء الفل عليك يا مصطفى، تسلم لي. اتوقع محمد الشناوي ان شاء الله، طبعا نجم كبير من نجومنا الموجودين في المنتخب، مهم قوي محمد الشناوي باذن الله يكون في حالته. احمد السيد قال باذن الله اكرم توفيق والشناوي كالعاده، كل التوفيق لمنتخبنا ويحقق البطوله، احنا عايزين كل اللعيبه يكونوا متالقين. تعالوا ناخد اخر تعليق من عبده صالح واللي قال حمدي فتحي محمد صلاح الشناوي الونش باذن الله يكونوا متالقين ويرجحوا كفتنا في مختلف المباريات في هذه البطوله. طيب دي كانت تفاعلات حضراتكم، دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد وكل الكواليس اللي بتتعلق بمنتخبنا الوطني قبل مباراته الهامه امام نيجيريا، واي اخبار جديده وكواليس ايضا بتتعلق بالنادي الاهلي هتكون معاكم من خلال نفس البرنامج باذن الله. الى اللقاء.